الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. في ختام أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقان على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. القوات المسلحة تعلن الانتهاء من جميع استعدادات افتتاح قناة السويس الجديدة، ورئيس الوزراء يتابع الإجراءات التأمينية لحفل الافتتاح. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. مرحبا بكم، أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية جون كيري وزير الخارجية الأمريكية. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. جدير بالذكر أن جون كيري يزور القاهرة حاليا في إطار مشاركته في اجتماعات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي لتعزيز التعاون بين البلدين. اتفقت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك في ختام أعمال الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم الاتفاق على انعقاد جلسات الحوار كل عامين. مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن يعكسها الحوار الاستراتيجي بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات. وخلال مؤتمر صحفي جمعه وزير الخارجية الأمريكي، أكد سامح شكري تطابق الرؤى بين مصر والولايات المتحدة تجاه العديد من القضايا، كان في مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف. لقد تطابقت رؤية الجانبين بشأن ما تمثله العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة من قاعدة أساسية تسمح للجانبين باستخلاص مصالحهما المشتركة وتمكنهما من مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. وقد اتفق الجانبين على ضرورة مضاعفة الجهد الخاص بمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على توسيع التعاون الثنائي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية. الوزير الأمريكي من جانبه أعلن أن العلاقات مع القاهرة عادت إلى قاعدة قوية، مشيرا إلى أن الحوار تناول العديد الاهتمام المشترك من بينها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا والاتفاق النووي مع إيران. الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مصر وجهود هيكلة الاقتصاد، وسيكون لذلك أثر كبير على المنطقة بأكملها الآن. مصر لها أهمية خاصة ودور هام في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الديني. لقد صارت في مصر، لذا فنحن ندعم مصر في مواجهة الإرهاب. كما أعلن الوزير الأمريكي عن مواصلة بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى مصر ومعاونتها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. عودة الحياة للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن بعد 6 سنوات من التوقف يأتي في إطار بيئة إقليمية مغايرة تشهد العديد من المستجدات، ثورات تقوم، أنظمة تسقط، إرهاب ينتشر، ملفات تتوارى وأخرى تتصدر المشهد، كلها مؤشرات تؤكد الحاجة لهذا الحوار وتعزز مكانة مصر من جديد إقليميا ودوليا. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. وتعليقا حول زيارة كيري للقاهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات الدولية بالأهرام. يعني دكتور سعيد، العلاقات والحوار الاستراتيجي بدأ بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في عام 88، ثم انقطع حتى عام 98، ثم توتر مرة أخرى حتى هذا العام. يعني دلالات حضرتك في هذا الموضوع، أو لماذا الرجوع في هذا الوقت تحديدا من العام؟ أكد سامح شكري وزير الخارجية بأن هذا الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن يفتح تدشين صفحة جديدة جدا في العلاقات بين مصر وبين أمريكا. الشيء الآخر الذي لا يجب أن ننساه أن هذا
بعد أن شعرت أمريكا أنها في عزة تامة. المجتمع الدولي كله اخترقه الرئيس السيسي عندما زار فرنسا وأبرم مع اتفاقا تسليحيا، ثم زار بعد ذلك أيضا إيطاليا والفاتيكان وأسبانيا وألمانيا. إذن هذا يعني أوروبا يعني انفتحت كثيرا على مصر وأصبحت علاقات واطدة جدا. شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بعيدة كل البعد في عزلة، ولذلك هي التي اضطرت أن تتعامل مع مصر. الشيء الثاني أنها عندما تناقش موضوع سوريا ثم ليبيا ثم اليمن ثم حتى الاتفاق النووي الغربي الإيراني، أعتقد أنها تجد مصر في كل هذه الملفات، وبالتالي كان لابد أن تتعامل مع مصر بشكل مباشر. لهذا كان هذا المؤتمر. الشيء الثالث أن الرئيس السيسي كان يؤكد وما زال يؤكد أن هناك علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن السياسة المتوازنة الخارجية. نحن لنا علاقة بموسكو، لا تمنع علاقتنا بواشنطن، لا تمنع علاقتنا ببكين، وبالتالي أعتقد أنهم كلهم تراجعوا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت تماما عندما شعرت أن الرئيس حقق إنجازات لعل آخرها إنجاز افتتاح قناة السويس الجديدة. كل هذه الأشياء تؤكد أن مصر أمريكا في حاجة إلى مصر، ومصر في حاجة لأمريكا، ولذلك هناك علاقة متوازنة ترعى مصلحة الشعب المصري في كل الأحوال. طيب دكتور سعيد، يعني كيري اليوم بدأ حديثه بأنه يعني قال أنه حزين كل الحزن لاستشهاد المستشار هشام بركات، وأن ما يحدث في مصر وفي سيناء هي عمليات إرهابية. بوجهة نظرك هل هذا تغير كبير في السياسة الأمريكية بعد أن كانت تؤيد الإخوان بشكل ما، أصبح هناك تغير في هذه السياسة؟ بوجهة نظرك لماذا حدث هذا التغيير الكبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر؟ لأنها تجد مصر في كل الأحوال في كل المواقف. على أي حال أعتقد أننا كنا في حاجة إلى أن يقول كيري هذا الكلام وقت اغتيال النائب العام هشام بركات، لكن بعد فترة يأتي ويقول ذلك، وبعد فترة يأتي ويقول أنه ضد الإرهاب الذي يعشش في سيناء. كل هذه الأشياء نغفرها له، لأن هناك حوار استراتيجي يرعى بشكل أساسي مصالح الشعبين الأمريكي والمصري. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور سعيد اللويندي، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لك. أعلنت القوات المسلحة عن إتمام الاستعدادات والإجراءات المرتبطة بمعاونة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تأمين منطقة الاحتفال بمشروع قناة السويس الجديدة. وأشارت القوات أنه تم الانتهاء أيضا من عمليات تنفيذ وتدفق وصول الوفود الرسمية والشخصيات الهامة التي حرصت على مشاركة المصريين فرحتهم بهذا الحدث التاريخي. وقالت القوات المسلحة أنه تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد عززت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية شرق القناة، وفرضت قوات الجيش الثاني الميداني طوقا أمنيا مشددا لتأمين محيط القناة الجديدة والتي شهدت انتشارا مكثفا للمجموعات القتالية. أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ضرورة أن يتم الاهتمام بالمنظومة الأمنية لجميع المشروعات المنفذة في محور تنمية منطقة قناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محلب اليوم لمتابعة الإجراءات التأمينية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، كذلك إجراء البدء بناء شرق بورسعيد. حضر الاجتماع وزيرا النقل والداخلية ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومسؤولو الأمن القومي. وخلال هذا الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. في الوقت ذاته تلقى رئيس الوزراء اليوم تقريرا من عادل عدوي وزير الصحة حول خطة الوزارة للتأمين الطبي خلال هذه الاحتفالية. أكد اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية أن حماية الشعب المصري ومؤسساته ومقدراته هي مسؤولية قومية تستوجب العمل بروح وطنية وإصرار على فرض الأمن والاستقرار في شتى ربوع الوطن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم وزير الداخلية بالقيادات الأمنية المعنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بمدن القناة وباقي المحافظات. وقد استعرض الوزير ما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة للخطط الأمنية على جميع المستويات والأصعدة. تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزام أعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ خطط التأمين. كاميرا نيل الأخبار تواصل تغطيتها الميدانية للاستعدادات الجارية لهذه الاحتفالية الكبرى.
أيام ويصبح الحلم حقيقة، ويشهد العالم أن مصر قادرة على العبور للمستقبل بسواعد أبنائها الذين أبهروا العالم بإنجاز بشري غير مسبوق، وهو قناة السويس الجديدة. فالجميع يعملون هنا بكامل طاقتهم ويسابقون الزمن. والله إحساسي أنا بالموضوع ده، أنا يعني فرحان جدا وفرحة لمصر جميعا يعني عامة. واحنا بصراحه يعني احنا تعبنا نعم فيه، بس ربنا كرمنا فيه ويجعل خير لمصر ان شاء الله باذن الله باذن الله. وتحيا مصر. انا عاوز اوري للعالم كلها سنه واحده عملنا قد ايه في اي بلد تاني. انا عاوز اعرف بس ده هتاخد كام سنه. اعمال الهيئه الهندسيه فيما يتعلق بالجداريات واللوحات والتماثيل على ضفتي القناه لتجسيد ملحمه حفر قناه السويس الجديده اوشكت على الانتهاء. بنخلي الموقع حضرتك دلوقتي في المرحله الاخيره، واحنا مجهزين نفسنا نفسيا كده ان الناس اللي جايين دول جايين لنا. احنا فرحانين جدا ان احنا اشتغلنا في المشروع ده، فخورين جدا، بنروح نحكي لاهالينا وبنصور نفسنا وبنروح، ويعني احنا فرحانين جدا بالموضوع ده. كان نفسنا طبعا يبقى المشروع ده ممتد مرحله ثانيه وثالثه ورابعه. احنا رئيس مش هنقف في البنا، احنا بنحارب زي ما جيشك بيحارب وجيش مصر بيحارب والشرطه، احنا برضو بنحارب. قناة السويس الجديدة التي ستشكل مسارا مائيا دوليا ومركزيا هاما سيغير خريطة العالم، هي نتاج مجهود كل التخصصات والجهود المختلفة. أفضل ما في المشروع أنه هو ظهر أن مصر رغم محاربتها للإرهاب، لكن أن احنا بنقدر ننجز على أرض الواقع مشروع عملاق العالم كله بيتحدث عنه. احنا كنا بنشتغل ليل ونهار في جميع القوافل القادمة من بورسعيد والقادمة من السويس على مدار 24 ساعة في وجود الكراكات وفي وجود عمل الكراكات. كان بيبقى يحصل يعني نوع من الضغط العصبي نتيجة وجود الكراكات العاملة، كان أكتر من 50 كراكة بتشتغل في المجرى القديم علشان التعميق يصل إلى 26 متر. قدر مصر وشعبها أن يحملوا الأمانة على مر العصور من أجل الإنسانية، فمتعها الله بعبقرية الزمان والمكان والبشر. العمل هنا يجري على قدم وساق في قناة السويس الجديدة، فالجميع يسابق الزمن. فأيام قليلة تفصلنا عن لحظة الافتتاح ورفع الستار عن هذا المشروع العملاق الذي سيثبت للعالم أن مصر قادرة، آمنة، مستقرة. من قناة السويس الجديدة، نشوى صالح، النيل. في حوار خاص لقناة النيل للأخبار، أشاد القبطان عمر أبو الفتوح كبير المرشدين بهيئة قناة السويس بالمهمة التي يقوم بها المرشدون بالقناة لتنسيق حركة عبور السفن داخل مجرى القناة. أشار أبو الفتوح إلى أن المرشدين تكبدوا عناء كبيرا خلال العام الماضي للحفاظ على حركة سير المجرى الملاحي أثناء عمليات حفر القناة الجديدة. المرشدين على مدار السنة اللي حصلت السنة اللي فاتت دي، المرشدين تكبدت عناء كبير جدا في ان هو اختلفت مواعيد العمل بالنسبة لهم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هم بالنسبة لهم احنا ما عندناش مواعيد عمل ثابتة على حسب مواعيد دخول القوافل والتنظيم بتاع القوافل. احنا اندر كل 24 ساعة ممكن اي حد يستدعيك في خلال 24 ساعة، بتعين على المركب بتاعتك وبتوصلها بسلام وفي عربية بتستناك. احنا اشتغلنا في مختلف الظروف، سواء كانت في العهد اللي هو كان فيه حظر التجول او سواء كان في الوقت اللي كانت البلد مضطربة فيه، احنا كنا بنشتغل في مختلف الظروف وقدرنا الحمد لله ان احنا نحتوي هذا الموقف. احنا يعني القناة ما توقفتش في خلال الفترة اللي فاتت دي ولا ساعة ولا ساعة. هذا وتوصل محافظات الجمهورية استعدادها للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. المحافظات كثفت من عمل التجميل والتطوير ورفع الإعلام بالشوارع والميادين بجانب الإعداد لإقامة عدد من الحفلات والكرنفالات بهدف مشاركة طوائف الشعب المصري في الاحتفالات كافة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، حجم الفائدة التي من الممكن أن تعود تحديدا في مجالي التمويل والاستثمار من هذا المشروع الضخم، مشروع قناة السويس الجديدة؟ مساء الخير، تحية حضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد المزايا كثيرة، بالتأكيد المنطقة الاقتصادية
لتنميه اقليم قناه السويس في منطقه واحده. وواقع الامر ما زال هناك في مصادر للتمويل الكبيره داخل الاقتصاد المصري، خاصه في الجهاز المصرفي، اللي تستورد انه كل بنوك متشوقه لتمويل استثمارات لها جدوى اقتصاديه كبيره في منطقه مش بس الاقتصاد المصري ينتظرها لكن العالم كله، لانه هذه المنطقه سوف تكون محطه ارتكاز اساسيه للتجاره الدوليه. بالتاكيد ايضا رجال الاعمال المصريين قبل العرب والاجانب في انتظار إشارة البدء بالتجهيز الفعلي لهذه المنطقة اللي مفترض هيطلق إشارة البدء فيها السيد الرئيس مع افتتاح المواد الجديد لقناة السويس، هيكون بالفعل في العمل الجاري على إنشاء الأنفاق الستة اللي بتربط محافظات إقليم القناة إسماعيلية وبورسعيد والسويس، وأيضا التنمية الحقيقية لضفتي القناة. بالتأكيد كل دي هتكون مشروعات واعدة هتبتدي الحقيقة بالمشروعات أو بالصناعات اللوجستية اللي السفن اللي هتمر عبر الممر الجديد والممر القديم بالتأكيد هتكون كحاجة مثل لهذه المشروعات، لأنه الحقيقة واقع العمل دي من شأنها أن ترفع العوائد أو تكلفة المدود يقرب من 10 أضعاف. يعني واقع العمل تكلفة العبود الحالية لو بنتكلم للطن ما بين 7 و8 دولار، العالم في الممرات المثيرة اللي بتقدم صناعات لوجستية وخدمات لوجستية تكلفة الطن العبود بتتكلم ما بين 70 و80 دولار. وده يخليني اسال حضرتك دكتور هشام، يعني بعد حضرتك يا فندم ما ذكرت انه هذا المشروع الضخم بالفعل استطاع ان هو يرسخ مصر في حركه التجاره الدوليه بشكل اساسي، كيف يمكن تحويل مصر الى ممر تجاري عالمي حيوي اعتمادا على هذه المشروعات اللوجستيه اللي حضرتك اشرت اليها؟ اللي تم بالفعل دي نقطه البدايه. اللي هيسوها بقى باقامه صناعات لوجستيه السفن اللي بتمر في حاجه مثل واقع الامر السفن بتحتاج للعديد من الخدمات والعديد من الامدادات خلال فتره العبود. بالتاكيد فيما سبق لم تكن تقدم هذه الامدادات او الخدمات للسفن، وبالتالي هذه الاستثمارات هتقوم على طلب جديد بالفعل موجود، طلب جاهز، وبالتالي الجدوى الاقتصاديه لاي استثمار هيضخ في هذه المنطقه بالتاكيد هيكون مربح للغايه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. وللمزيد من المتابعه ايضا ينضم الينا عبر الهاتف المهندس وائل قدري عضو مجلس اداره هيئه قناه السويس سابقا. يعني باشمهندس وائل، ما هي ابرز الاستعدادات وكيف تراها هذه الاستعدادات الجديده لافتتاح القناه ومدى جديتها ومدى فائدتها على مصر يا فندم؟ طبعا احنا على بدايه انطلاقه اقتصاديه كبيره، اول خطوه فيها قناه السويس الجديده. نعم. بعد كده من المشروع الاهم اللي هو تطوير محور قناه السويس، محور قناه السويس هو اللي هيكون قاطره التنميه لمصر. صناعيه ومواني جديده ومراكز لوجستيه ومناطق تخزين وتجاره حره سواء في شرق بورسعيد او في الجنوب في السخنه والمنطقه الصناعيه، كذلك في الاسماعيليه في وادي التكنولوجيا. هلك للانطلاق وهيبقى المردود الاقتصادي من قناه السويس مش هيقتصر على لا على انشطه القيمه المضافه اللي انا بعملها في هذه المنطقه. هيتضاعف دخلي اذا كنت النهارده دخلي 5.5 مليار، لما استكمل تنميه المحور هيعدي 100 مليار دولار. وهتنشا صناعات مثلا زي صناعه بونا السفن دي، هيبقى العائد منها 5 مليار 100,000 فرصة عمل في السنة دي. صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثلا في منطقة السخنة عند الزعفرانة، إن أنا هصنع معدات التربينات الهوائية والكلام ده، كل ميجا بركبها بتحلي 20 فرصة عمل. نعم. فأنا في 7,000 في 20 يعني 140 وهكذا. نعم. فهيبقى ده هو المحرك الرئيسي للاقتصاد بتاعنا. اكيد. بجانب ما هقدمه للسفن من خدمات، اصلاح سفن، تغيير اطقم السفن،
تأبريد قطع غيار للسفن، استشارات قانونية وتأمينية للسفن، يبقى عندي وصف أسطول لسفن الروافد، أستطيع أن أنا أنقل البضائع الترانزيت اللي بتنزل عندي في ميناء شرق بورسعيد أو في السخنة طبعاً. إلى المحطات والجهات النهائية بتاعتها. بالإضافة أيضا إلى اختصار الوقت طبعا لمدة 11 ساعة بس المرور في مجرى. بشكرك شكرا جزيلا عضو المجلس القومي لإدارة هيئة قناة السويس سابقا المهندس وائل قدور، شكرا جزيلا لك. قام رئيس الوزراء إبراهيم أحلب اليوم بجولة مفاجئة في منطقة وسط القاهرة للتأكد من خلوها من الباعة الجائلين. في غضون ذلك وجه رئيس الوزراء بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي. وخلال لقائه بوزير التخطيط شدد محلب على ضرورة إعطاء الأولوية إذن أنه تم تخصيص مبلغ يقدر بنحو 2,400,000,000 جنيه مصري في موازنة العام الحالي لتلك المشروعات الهامة. التقى المهندس إبراهيم محلب اليوم وزيرة الدولة للسكان عرضت وزيرة الدولة للسكان تقريرا حول أنشطة الوزارة خلال الفترة من 4 مارس وحتى 31 يوليو من العام الجاري في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للنهوض بالخصائص السكانية وتوفير الرعاية المتكاملة للطفل. وصرح بذلك السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب وجه بضرورة متابعة مؤشرات النجاح في تنفيذ تلك التكليفات وتقديم تقرير كل أسبوعين حول برنامج الوزارة في هذا التنفيذ. أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أن قوات قطاع تأمين شمال سيناء تمكنت من إحداث خسائر جسيمة في صفوف العناصر الإرهابية خلال الفترة من 20 حتى 31 يوليو الماضي. وأشار أنه في إطار تطهير البؤر الإجرامية الإرهابية تم تصفية نحو 88 عنصرا إرهابيا بمناطق التومة وجنوب القواديس والزهيرات المقاطعة والفتيات وبلعة، كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير عدد من السيارات والدراجات البخارية الخاصة بالعناصر الإرهابية، بالإضافة لاكتشاف مخزنين للمواد المتفجرة ونحو 47 عبوة ناسفة. أدى معاونو النيابة العامة دفعة الشهيد هشام بركات اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند وعدد من قيادات النيابة العامة. وتضم هذه الدفعة 707 وتحمل اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والذي استشهد على أثر هجوم إرهابي استهدف موكبه الشهر الماضي في ضاحية مصر الجديدة. إذا كان المستشار أطلق ربه على يد الإرهاب الغاشم، لكنه كان بطل حفل أداء اليمين للدفعة الجديدة لمعاون النيابة العامة والتي سميت باسمه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري. لم يكن ذلك هو الملمح الوحيد، فقد حضر وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للمرة الأولى أيضا. والذي يحب ويجل ويقدر الشهيد البطل يسير في دربه وعلى هدي من خطاه. شيوخ القضاة طلبوا أعضاء النيابة الجدد بأن يتخذوا من الشهيد هشام بركات نموذجا في العمل والإخلاص والتفاني وشيوع العدل. ولا أزيع سرا أن السيد الرئيس سيمنح الشهيد البطل المرحوم المغفور له المستشار هشام بركات أعلى وسام في الدولة قريبا جدا. الحمد لله ربنا كرمنا كرم واسع، الحمد لله. ندعو الله أن نكون على قدر الثقة دي إن شاء الله. لنا الشرف في الأول وفي الآخر أن احنا دفعة الشهيد هشام بيه بركات، ويا رب يجعلنا خير خلف لخير السلف إن شاء الله إن شاء الله. أحب أقول أسرة الشهيد هشام بيه بركات، كلنا شايلين المسؤولية، والنهاردة بتخريج دفعة كلية شرطة وكلية الحربية النهاردة اكتملت دائرة حماية الوطن. والله الحمد لله، يعني أنا لا أخفي شعوري طبعا، أنا الحمد لله سعيد جدا جدا بتعييني بنجاب النيابة العامة وانضمامي للهيئة العريقة دي. يعني
اللي كان على رأسها المستشار هشام بركات رحمة الله عليه. وأنا بالمناسبة دي بتوجه لكل الناس وكل الشعب المصري بقراءة الفاتحة على روحه، وكنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون معانا النهاردة، لكن يد الإرهاب ولكن أنا عايز أقول إن إحنا كلنا إن شاء الله ولاده كلنا موجودين. وبعد أداء القسم تم توزيع أعضاء النيابة الجدد على المحافظات المختلفة إذا عملية في السلك القضائي. دفعة جديدة تنضم للأسرة القضائية، أقسموا يمين الولاء للوطن والقانون وتعهدوا على إقامة العدل بين الناس، فهم وبحق سدنة العدالة الذين لا يخشون في عملهم إلا الله. شم حامد، النيل. نتحول إلى دولة الإمارات العربية، حيث أحالت النيابة العامة 41 متهما من عدة جنسيات مختلفة بينهم إماراتيان إلى المحاكمة بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي. وأضافت النيابة العامة بالإمارات أن التحقيقات أفادت أن المتهمين قاموا بإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية داخل الدولة تحت اسم مجموعة شباب المنارة، وذلك بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل الإمارات. يعرض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي غدا على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة بأيدي مستوطنين يهود في نابلس أمس الأول. من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التصدي لأعمال العنف التي اندلعت خلال الأيام الماضية بالقدس والضفة الغربية. ليس بجديد، إنما إسرائيلية تترأس قطعانا من المستوطنين من منظمة ما تسمى بالعودة إلى جبل الهيكل. جاءوا هنا على هذه الأرض جهاز الشباك الإسرائيلي يورام كوهن مسجد الأقصى للمستوطنين بالاقتحام وسط منع سلطات الاحتلال للمرابطين بالتصدي. الأخطر الآن مكان إسرائيل تريد أن تبقى فيه جزء إسلامي، لكن تريد أن تسيطر على أغلب المساحة وتحويلها إلى مكان لصلاة اليهود. هذه الآن هي المعركة بالنسبة لنا كفلسطينيين، لكن لابد من مد عربي إسلامي يدعم البعد الفلسطيني في هذه المعركة. المشهد في الضفة الغربية لا يختلف عن القدس ومقدساتها، فلم يهدأ الشارع الفلسطيني من تشييع شهدائه والانتفاض لحرق رضيعه. حراك سياسي يجري على قدم وساق، وإن كانت ثماره ستأتي متأخرة حسب المراقبين. وزير الخارجية رياض المالكي سيعرض ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية في الساعات القادمة. أما إسرائيليا فصرح مسؤولون بالبدء بملاحقة مرتكبي جريمة الحرق ومحاسبتهم قانونيا. هنا نستذكر أن قتلة الشهيد محمد أبو خضير طلقاء بحجة أنهم مختلون عقليا. لا أعتقد أن هناك جدية بالأقوال التي صدرت عن الزعماء الإسرائيليين، خاصة أننا شاهدنا خلال على الأقل 20 سنة الماضية ممارسات مماثلة، لكن لا أحد يحاكم، لا أحد يجرم، وبالتالي يفلت المجرمون من العقاب. وهذا هي قائمة على دعم وتدعيم هذه الممارسات من خلال المستوطنين. التطرف الإسرائيلي في حرق الطفل علي دوابشة لم يقف هنا، بل زاد حدة وهمجية في ظل الحماية الحكومية الإسرائيلية، ليقوم ثلاثة من المستوطنين بالاعتداء على الحاج عماد أبو شرخ في مدينة اللد المحتلة، عدا عن أعمال العربدة في أراض زراعية للفلسطينيين في الضفة الغربية. عام 2009 قام حاخام إسرائيلي في مستوطنة يات زهار في الضفة الغربية بإصدار فتوى مفادها قتل الفلسطينيين وهم صغار، وها هم الفلسطينيون فريسة لفتاوى دينية مريضة بعداء الأديان الأخرى. صراع ديني ينبع من هذه المستوطنات التي جاءت بهؤلاء الأغراب منتزعين أصحابها وقاتلين لهم. ثروة شقرة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. وها هي ثروة شقرة تنضم إلينا من رام الله، مراسلة النيل في رام الله عبر الهاتف. ثروة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن الرئاسة وأيضا الحكومة الفلسطينية مع الفرق القانونية الدولية من أجل رفع هذا الملف الخاص بجريمة حرق عائلة أو عوائل الدوابشة ووضعها أمام المحكمة الدولية الجنائية؟
يعني بداية هذا الملف الذي تصدر 11 ألف ملف يدين جرائم المستوطنين في الضفة الغربية في عام 2014 فقط، تصدر مجلس الأمن وعدد من المنظمات الحكومية العالمية ومنها محكمة لاهاي، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. كما تعلمون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوفد وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى لاهاي اليوم لتقديم هذه الملفات في الساعات القليلة القادمة. هذا هو الحراك الفلسطيني الرسمي. نحن نعلم أنه حسب مراقبين قالوا أن هذه الملفات ممكن أن تأخذ كثيرا من الوقت، ولكن على الأقل ممكن أن تجرم هذه الأعمال الاستيطانية تحديدا والأعمال التي تؤيدها الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص. اليوم اقتحام للأقصى بشكل كبير جدا، ترأته وزير الشباك الإسرائيلي كوهن، هذا يعني ضوء أخضر للمستوطنين بالاقتحامات المتكررة. اليوم أحد كان هناك دعوة كبيرة جدا من قبل المستوطنين في القدس الشرقية وأيضا في مدن إسرائيلية كثيرة بدخول إلى المسجد الأقصى واقتحامه والتعدي على كل المرابطين والمرابطات الذين يتواجدون يوميا لحماية شكرا جزيلا زميلة ثروة شقرة مراسلة قناة النيل الأخبار من رام الله. أعلن متحدث باسم الدفاع المدني السعودي عن مقتل شخص بقذيفة أطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه 9 أشخاص بينهم 5 مدنيين وأصيب أكثر من 80 آخرين في سلسلة الانفجارات للألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثيين قبل انسحابهم من عدن. ونتابع الآن أهم أنباء الاقتصاد مع الزميلة حنان الخولي. تفضلي حنان. شكرا لكم ريهام وعمر. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. الإسكان تعلن انتهاء كافة أعمال المرافق لمشروع 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة وتذليل العقبات أمام المستثمرين. إلى التفاصيل، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أعلن انتهاء كافة أعمال المرافق والطرق لمشروع 1000 مصنع في مدينة القاهرة الجديدة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة. وأكد الوزير أن المشروع ينتظر الافتتاح عقب انتهاء توصيل المرافق في موعدها المحدد بجانب أعمال الطرق والخدمات التجارية، مشيرا إلى أنه تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها في منطقة 1000 مصنع إلى المنطقة الصناعية الثانية لتنفيذ باقي المرافق المتبقية بها والتي ستنتهي بالكامل في شهر أكتوبر المقبل. توجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توجه بالشكر لمسؤولي شركة جنرال إلكتريك على الجهد المبذول في مشروعات الكهرباء في الخطة العاجلة والتي أثمرت عن توفير طاقة منتجة أسهمت في حل مشكلات هذا الصيف. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس إبراهيم محلب مع نبيل الحبايب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وسفيان بن تونس الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة شمال شرق أفريقيا، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. من جانبه وافق وزير الكهرباء محمد شاكر على إنشاء محطة كهرباء في المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة جنوب سيناء بقدرة 80 ميجا وات تمهيدا لإنشاء مصانع المنطقة الصناعية. وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أكد أنه سيتم تشكيل فريق عمل لبحث تمويل وإمكانية تشغيل المحطة، لافتا إلى أن الوزير وافق أيضا على دراسة مقترح لمنح حافز جذب للعمالة لموظف الكهرباء بالمحافظة بنسبة 150% من الراتب الأساسي أسوة بباقي الموظفين العاملين بالمحافظة. أكدت وسائل أعلام غربية أن مشروع قناة السويس الجديدة والمقرر افتتاحه الخميس المقبل
سوف تدعم الاقتصاد المصري والتجارة الدولية، وذلك من خلال زيادة عدد السفن العابرة وتقليص فترات الانتظار. واتفقت وسائل الإعلام الغربية على قدرة مصر على تشييد القناة في عام واحد كما وعدت. وأشارت الصحف والشبكات التلفزيونية والإذاعية الأجنبية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر القناة الجديدة رمزاً للكبرياء القومي المصري وفرصة مواتية لدعم الاقتصاد وتقليص البطالة. ومن وزارة المالية، أكد وزير المالية هاني الخدمة المدنية في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وأضاف الوزير أن إجمالي الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام. وأوضح الوزير أنه ستكون هناك منظومة لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبية للمبيعات والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية. نتحول للبورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها اليوم تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد. مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 496.4 مليار جنيه بعد تداولات اقتربت من 983 مليون جنيه. أخبار مؤشرات البورصة المصرية وصلنا مشاهدينا لختام هذه النشرة الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، وعودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما نيل مع ريهام وعمر، إليكم. شكرا لك حنان. قتل الجيش النظامي السوري أكثر من 100 مسلح في عمليات عسكرية شمال شرق درعا. يأتي ذلك بينما تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على مدينة الحسكة ومناطق في درعا وإدلب وحماة من تنظيم داعش الإرهابي ومسلحي جبهة النصرة. نظمت عائلات الجنود اللبنانيين وقفة بالعاصمة بيروت مع حلول الذكرى الأولى لاختطاف ذويهم على أيدي جامعات مسلحة شرق البلاد. من جانبه قال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن العسكريين المختطفين لدى التنظيمات الإرهابية في عرسال هم أمانة في أعناق الجيش إلى حين تحريرهم. مع مرور الذكرى الأولى لاختطاف الجنود اللبنانيين على أيدي تنظيمات إرهابية، احتشد عائلات الجنود في العاصمة اللبنانية بيروت حاملين صور ذويهم المختطفين. آباء وأمهات وأبناء وزوجات، كل منهم فقد عزيز لديه، وما زالوا آملين في نجاح مفاوضات الحكومة اللبنانية لاسترجاع ذويهم. يوم واحد بيقول بهالكم يوم رح يطلعوا عسكرية، بس هالكم يوم صاروا سنة، خوفي يصيروا سنين. أنا بعدني صغيرة ما بعرف بمشاكل الكبار، بس بدي البابا يرجع هو ورفقاته.
العائلات ما زالت متعلقة بآمال عودة أبنائهم، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 3 جنود فقط من المختطفين، وهو ما يزيد من إصرارهم للضغط على حكومتهم للعمل على عودة ذويهم. احنا يعني بالنسبة لي انه بقطع الأمل من شيء اسمه حكومة، من شيء اسمه دولة اصلا، يعني عن جد لانه شيء مؤسف جدا، لانه احنا ما خلينا حدا لا كبير ولا صغير، رحنا لعندهم كلهم بكذب. وفي 2 أغسطس 2014 وقع عرسال الحدودية مع القوات اللبنانية وعناصر تنظيم داعش الإرهابية وجبهة النصرة، ما أدى إلى اختطاف العشرات من الجنود اللبنانيين. قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قال إن العسكريين المختطفين لدى التنظيمات الإرهابية في عرسال هم أمانة في أعناق الجيش إلى حين تحريرهم من أيدي هؤلاء الإرهابيين. أعلنت وكالة الأنباء التركية عن مقتل جنديين من أفراد قوات الأمن وإصابة 31 آخرين في تفجير انتحاري نفذه حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد. يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تواصل فيه تركيا غاراتها الجوية ضد معاقل الانفصاليين الأكراد شمال العراق. والآن الأخبار، الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. نتابع أهم الأخبار الرياضية مع الزميلة حنان عطف. تفضلي حنان. تفضلي. شكراً.